لم يعد حسان التميمي قادرا على رؤية أصدقائه وأشقائه وحتى ذويه بعدما فقد بصره بنسبة 98% عقب اعتقاله من منزله في 7 نيسان الماضي على يد قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهمة إلقاء الحجارة صوبهم في قريته دير نظام غرب مدينة رام الله. لم ينجح حسان ولا حتى والدته بإقناع الجنود أنه مريض ويعاني من خلل في عملية امتصاص البروتينات ويحتاج إلى تناول الأدوية وطعام خاص، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى دخول حسان في غيبوبة ومن ثم لم يعد يرى النور. أول ما خذوني ضربوني في الجبهة هون وبكي شد الكلبشات، ركيت بعدها ودوني على قسم 20 عشان هم طعمونيش يوم كامل، صار راسي يوجع ودخيت، فودوني على الدكتور قال لي خليه يشرب ماي وبصحصح. ابني اذا جاع اذا ما شربش ماي باستمرار وهذا بروح بغيبوبه، ما ردش علي، حكى لي انت اسكت وانا بعرف، وحكيت له هاي دواء وهي التقرير، رماه الدواء عطاني بس أخذ علبتين. 15 يوما كانت كفيلة بأن يفقد الطفل بصره في سجون الاحتلال الإسرائيلي جراء الإهمال الطبي المتعمد في المعتقلات الإسرائيلية وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني، ولكن حتى مع الإفراج عنه نتيجة وضعه الصحي إلا أن محاكمته لا زالت قائمة حتى بعد جريمة الإهمال الطبي. أنه في حالة صعبة جدا ولا يتحمل أنه يرجع إلى السجن مرة ثانية، ف وضعوا كتاب الإفراج والهوية تبعته، ثم جعلوا الباب مواربا بتمديد المحكمة إلى 25/6 لحين انتظار حالته الصحية، إذا تماثل للشفاء بعدوا للسجن وللحبس وللاعتقال. وبيد أن حسان أصبح حرا طليقا بعدما شارف على الموت، فإن المؤكد أنه لن يرى النور ولن يلهو مع أصدقائه، بل أضحى حليف العتمة منذ صغره، لن ترى عيناه حلمه وحلم الفلسطينيين بالخلاص من الاحتلال الإسرائيلي. لا يعمل بصر بل تعمل بصيرة، ولكن بصيرة هذا الطفل الفلسطيني رأت النور منذ زمن في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. كل شيء جائز مع إسرائيل، سياسة عقاب جماعي وإهمال طبي أوصلت هذا الطفل إلى مراحل لا يحسد عليها. ضياء حشية، الغد، رام الله.